الرشيد والناس مع ياسر عامر. السلام عليكم. عبد الله ياسر السبعاوي حفيد أخ غير شقيق لرئيس النظام السابق صدام حسين. استلمتها القوات الأمنية العراقية من السلطات اللبنانية بتهمة مشاركته بمجزرة سبايكر، وهذا الحدث خلانا نتوقف أمام الكثير والسبب بما بعد الحدث. اليوم مقدمتي راح تكون مختلفة شوية. بعد عام 2003 ضيعنا فرصة وفرص كبيرة بالتسامي عن الكراهية والحقد وفتح صفحة جديدة، ولكن للأسف أخذتنا روح الانتقام وغرقنا في بحور الكراهية ودخلنا صراعات بعدتنا عن أهدافنا السامية في بناء الوطن، بناء حياة كريمة يعيش بيها المواطن العراقي بكرامته، ويكون كل المواطنين متساويين بالحقوق والواجبات. لكن الكراهية طفحت هنا وأخذت ما أخذته من ناسنا وأهلنا وشبابنا، وظهرت بصورة بشعة جداً. مرة بحرب طائفية صارت بين العراقيين، ومرة مجزرة سبايكر، من بعدها مجزرة الصقلاوية، وغيرها من المجازر والأحداث المؤلمة اللي وصلت العراق إلى هذا الحال. وإحنا هنا من منبر الرشيد والناس ما نتبنى أي شيء، ما نتبناه فقط هو تحقيق العدالة، وبعيداً عن روح الانتقام والتشفي. وإذا بقينا ندور أو إذا بقينا ندور معذرة بحلقة الثأر وما راح نوصل إلى نتيجة. بحور الدم ما راح تنشف، ومرينا بهذا الشيء. لا راح يتوقف زيف الأرواح، ولا راح نقدر نبني طابوقة وحدة بهذا الوطن. وإذا عندنا نية حقيقية بالاستمرار بالعراق كبلد جامع بكل الأطياف والمكونات، علينا أنه ما نسمن أجواء، نخليه مكان صالح للعيش لكل أبنائه. نشوف هذا التقرير. تسلمت السلطات العراقية من لبنان عبد الله ياسر السبعاوي، ابن الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والمتهم بمشاركته في مجزرة سبايكر عام 2014. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني في بيان صادر السبت الماضي على عملية استرداد ابن الأخ غير الشقيق لصدام حسين، مشيرا إلى أن العملية جرت بتعاون بين وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العراقي وسفارة العراق في بيروت. وبحسب مصدر قضائي لبناني صرح لوكالة فرانس بريس، أوقف عبد الله السبعاوي المولود عام 1994 في 11 من حزيران الماضي بموجب مذكرة توقيف من الأنتربول، وبناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق. فيما أكد مراقبون أن قرار التسليم سياسي بحت وليس قضائيا، لأن القانون اللبناني يمنع تسليم أي متهم بجريمة ذات طابع سياسي، بالإضافة إلى أن تهمة تعامله مع تنظيم داعش الإرهابي لا تستند إلى وقائع وإثباتات. بدوره أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للعراقية الإخبارية أن السبعاوي متهم بالقيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، وذلك بناء على مذكرة أنتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، مشددا على العمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء، ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، لا سيما دولة شقيقة مثل العراق، رافضا أي إفلات من العقاب وتطبيق القانون دون أي تدخلات وضغوطات. وكان السبعاوي قد لجأ إلى لبنان مع عائلته منذ 4 سنوات بعد أن كانوا قد استقروا لسنوات في اليمن بعد سقوط حكم صدام. وفي 13 من حزيران الماضي تمت مداهمة شقته في مدينة جبيل بقضاء جبل لبنان من قبل جهاز أمني واعتقاله بتهمة التعامل مع داعش الإرهابية بناء على طلب من السلطات العراقية. أرحب ضيفي السيد الفريق الحقوقي المتقاعد صادق فرج، وضيفي السيد المحامي من بيروت عبر السكايب السيد طارق شندب. سيد طارق حياك الله، حضرتك متابع لقضية عبد الله السبعاوي، يعني أنت مو المحامي الخاص بي لكن أنت متابع لهذه القضية، خليني أسمع من جنابك حيثيات هذه القضية. أولا تحية لك ولضيوفك، صراحة لم أسمع السؤال ولم أسمع التغطية جيدا نسبة لرداءة الصوت، دعني أوضح لك إذا تسمعني. يعني السؤال مو واضح، أعيد لك يا أستاذ طارق. أنا أسمعك، هل تسمعني؟ نعم أنا أسمعك بوضوح، سألتك عن حيثيات القضية الخاصة أو التابعة لعبد الله السبعاوي، أنت متابع لهذه القضية، أدري بيك مو المحامي مال المتهم، لكن إذا أمكن تحدثنا عن المعلومات اللي تملكها. أولا هذا التسليم هو تسليم سياسي، يعني صراحة لم أسمع السؤال ولكن دعني أتحدث عن الموضوع. السيد السبعاوي الذي سلم إلى العراق تم تسليمه بصورة غير قانونية، وهذا الأمر كما أوضحته وكيلته السيدة بشرى المحامية، ولكن دعني أحدثك كمراقب قانوني وكمختص في هذا المجال. إن عملية التسليم هي عملية تسليم سياسي. السيد سبعاوي ألقي القبض عليه قبل إصدار أي مذكرة من السلطات العراقية وقبل إصدار أي مذكرة أنتربول، وهذا ما ليش تعتبرها قضية سياسية؟ ما هي قبلها القضاء العراقي يعني صدر قرار ببراءة والد عبد الله ياسر السبعاوي، يعني ما أتوقع بأنه أكو نية مبيتة عليهم. إذا كنت تكلمني والله صراحة لا أسمع. ما أدري المشكلة يمك أستاذ طارق، المشكلة يمك الصوت يمك مو واضح، تسمعني هسه بوضوح؟ أخي العزيز والله يعني لا أسمع، لو يفضل بي الإخوة الكرام يكون أفضل. يلا تفضل تفضل تفضل. أنا أتكلم عن القصة لأني لا أسمع السؤال، يعني صراحة لا أسمع. شباب أخذوا لي اتصال هاتفي إذا تقدرون، مو إلا على السكايب، أخذوا اتصال هاتفي خلي يشاركنا بالبرنامج. أخذوا إذا مدى يسمع السؤال شنو الفائدة. أرحب بضيفي الثاني السيد الفريق الحقوقي المتقاعد فريق صادق، حياك الله سيادة الفريق، كيف الحال؟ حياك الله، أهلا مرحبا. سيادة الفريق قبل يعني نقدر نقول وقت سابق، نعم، جنابك صرحت عن 1100 بالتحديد مطلوب للقضاء خارج العراق، ايش قد استرد من عندهم القضاء العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بدءا احييك واحيي جمهور قناة الرشيد. طبعا انا الان خارج الوظيفة منذ نعم. حوالي قرابة سنة. نعم. مديرية الشرطة العربية والدولية الانتربول اللي هي احد مفاصل وزارة الداخلية، يعني والمعني بالتنسيق بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول. نعم. طبعا هي بمحوريها الشرطة العربية والانتربول معنية بمتابعة الأشخاص المطلوبين للقضاء العراقي بموجب إذاعات بحث ومذكرات ونشرات حمراء تصدرها المنظمة الدولية بناء على طلب القضاء العراقي، الأشخاص اللي يكونون مطلوبين للقضاء العراقي. نعم. ف يعني كان عندنا بحدود 1100 شخص مطلوب للقضاء العراقي، لكن مع الأسف كان هناك قصور من قبل الدول المتواجدين به، يعني معظمهم تم القبض عليهم بالدول، لكن مع الأسف في حينها ما سلموا لنا اياهم واستردينا قسم من عندهم. ايش قد استرديتوا تقريبا؟ والله اعداد قليله، يعني ما يتجاوز 20 25 شخص منهم. شنو السبب؟ شنو السبب؟ تدري جنابك يعني بالنسبه للانتربول يعمل بالنسبه بخصوص الدول العربيه اللي هي مجلس شعبه يعني مجلس وزراء الداخليه العرب يعملون وفق اتفاقيه الرياض اللي يبرم عام 1903 من الاتفاقيه الامنيه زين واللي خاص بتسليم المجرمين سنه 83 زين احنا ما موجودين ضمن هذه الاتفاقيه بل العراق من الموجودين ضمن هذه الدول لكن مع الاسف هناك يعني وايضا تعتمد على اتفاقيات ثنائيه تبرمها الدوله زين مع الدول بخصوص تسليم المجرمين والمعامله بالمثل لكن مع الاسف هو اكو يعني ما كل المجرمين اي شخص يخطر على بالك ومطلوب للقضاء العراقي ومكتمل الملف ومطلوب فالانتربول كان سباق في مفاتحه المنظمه الدوليه للانتربول في ليون في فرنسا وكذلك في تونس مجلس وزراء الداخليه العرب في اصدار مذكرات القبض عليهم لكن مع الاسف كان هناك مثل ما بينت لك كان قصور من قبل الدول اللي يلجؤوا لها هؤلاء الاشخاص وخاصه زين. تركيا زين يعني تركيا من الدول اللي يتواجد به مجموعه كبيره من المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي سواء على كان المستوى الجنائي او على المستوى الارهابي. نعم. سياده الفريق ليش اغلب الدول ما تعترف باوامر القبض اللي صادره من القضاء العراقي؟ يعني هو اخي العزيز الدول بحاجه الى ابرام اتفاقيات ثنائيه. احنا في عهد السيد الوزير السابق قاسم الاعرجي زين الاستاذ قاسم الاعرجي زين طبعا الرجل دعم الانتربول بشكل كبير نعم. وقمنا بزيارات واعداد محاضر بكل الاشخاص المطلوبين للقضاء العراقي. وشنو نتاجها كان؟ يعني مثلا رحنا زرنا انتربول عمان بالاردن وايضا بالامارات وتركيا وايران لكن احنا كنا نصطدم احيانا وبالاخص بالاتراك تركيا يعني كان هناك فالجفاء وعدم تعاون كامل مع العراق في هذا الملف بالاخص وكل دوله من هذه الدول سلمناهم ملفات كامله بالاشخاص وارقام النشرات الحمراء واذاعات البحث الصادره بحقهم مع المواد القانونيه المطلوبين بها للقضاء العراقي. نعم. لكن مع الاسف ما كنا يعني ما كان مثل ما قلت لك ما كان هناك استجابه لهذه الدول في تسليمنا هؤلاء الاشخاص. طيب في لبنان في بيروت يعني نعم الكثير من المطلوبين لدى العراق، ليش بالتحديد؟ جنابك تسليمهم يعني جنابك عندك علم تذكر في قبل فتره هم صارت عندنا ازمه مع لبنان بخصوص نجم الدين المحافظ كركوك السابق الله يرحمه نعم نعم مو بس هاي حتى صارت ازمه عندنا مع امين بغداد الاسبق ذاك كان في سوريا نعم صار عندنا ازمه وياهم وبعدين بعد مباحثات وبعد اتصالات بين انتربول بغداد وبيروت ودمشق لكن مع الاسف ايضا تفاجأنا حتى يعني كل الجهات تفاجأت بأنه الشخص هذا قبل سلم إلى إقليم كردستان في أربيل وذاك الجانب السوري أنكر وجود أمين بغداد السابق والقبض عليه بعد نعم. ما تم إشعارنا به نعم يعني سيادة الفريق هاي حتى مع الدول الأوروبية هم نفس الحالة نعم نعم أكو أشخاص مطلوبين على جرائم جنائية كبيرة قتل وخطف حتى الإرهابيين والله حتى أكو بهم إرهابيين للتاريخ أنا أقول لك إياهم في كل مؤتمرات السنوية للأنتربول كنا نحضرها وناخذ ويانا ملفات للمتهمين المطلوبين عن جرائم مهمة مثل القتل والخطف يعني السرقات الكبيرة وكنت أنا والوفد اللي وياي نسلم مدير أنتربول الدولة المعنية المتواجد به هذا المتهم باليد ننطيه نسخة كاملة مترجمة باليد لكن ما كان هناك تجاوب او تعاون بين العراق زين انت شنو تتوقع حيثيات قضيه عبد الله السبعاوي بانه هي سياسيه يعني لان الكثير مثل ما ذكرنا موجودين مطلوبين وموجودين ببيروت اكو قسم عندنا تابعنا مجموعه ايضا من عندهم واحد موجود في فرنسا في حينها رحنا وفد اني وكان الدكتور عقيل هو يقوم بمقام وزير الداخليه ورحنا لفرنسا احد المجرمين الخطرين اللي بيشارك بسبايكر، وعقدنا اجتماع مع اعتقد كان وزير الدوله للشؤون الداخليه في فرنسا. زين. ومباحثات طويله معهم في سبيل ان يسلموا لنا اياه. نعم. ولكن وايضا الرجل صادر به نشره حمراء، لكن كانوا يتحججون. يعني واصل الى مرحله بانه صادر به نشره حمراء، اذا هذا يتم القاء القبض عليه، مو صحيح؟ القوا القبض عليه، القوا القبض عليه في باريس. زين. وما رضوا يسلموه؟ ما رضوا يسلموا لنا اياه. نعم. زين احنا نفس الحاله، احنا نعاملهم بالمثل. عندنا اثنين ايضا متهمين في فنلندا، وايضا تابعنا قضاياهم، واجى المدعي العام الفنلندي الى بغداد وعقد اجتماعات مع مجلس القضاء ومعنا الانتربول، ولكن مع الاسف ايضا صدر قرار بعدم تسليمهم. سياده الفريق احنا هم نعاملهم بالمثل؟ هو المفروض طبعا احنا نعاملهم بالمثل، بالاخص تركيا الان بعد نعامل تركيا بالمثل. يعني اذا ما يسلمون المتهمين المطلوبين ايضا احنا ما نسلمهم المتهمين. نعم. سياده الفريق باقي وياي، خلينا نشوف هذا الفاصل شباب، اعطونا فاصل. نعم، من بعد هذا الفاصل ينضم معي المحامي طارق شندب من بيروت. حياك الله استاذ طارق، تسمعني بوضوح؟ حياك الله لضيفك وللساده المشاهدين. نعم، حضرتك متابع لقضيه عبد الله السبعاوي، يعني انت مو المحامي الخاص بي، اريد اسمع من عندك حيثيات القضيه باكملها، تفضل. اولا نحن عندما نتكلم عند عبد الله السبعاوي نتكلم عن شخص عربي عراقي بغض النظر عن اي خلفيه سياسيه، واذا كانت هناك اي مخالفه قانونيه لاي شخص ارتكبت بحقه او هو ارتكب جريمه فنحن نتعاطى مع الموضوع بصوره قانونيه وليس بصوره شخصيه. نعم. هذا يجب ان يكون مفهوما. نعم. ثانيا نحن تعاطينا مع هذا الموضوع في الاعلام وفي المراجعات القضائيه باعتبار ان هناك ظلامه من الناحيه الشكليه على الاقل وقعت على هذا الشخص بموجب تسليمه إلى العراق بصورة غير قانونية. السبعاوي لا يحمل الجنسية العراقية أصلا، وهو شنو جنسيته؟ يعني أهله سابقا تم تشليحهم الجنسية العراقية بموجب قرار من السلطة العراقية السابق، ويحمل الجنسية اليمنية. زين. وهو كان مقيما في اليمن، والخارجية اليمنية أصدرت بيان في ذلك، وأن عبد الله السبعاوي وقت ما نسب إليه جريمة سبايكر كان موجودا في اليمن ولم يخرج من اليمن إلا عندما خرج إلى لبنان بعد ما نسب إليه، وتقدم بطلب لجوء إلى لبنان لكي يقوم بسفر عن طريق الأمم المتحدة إلى أحد الدول الأوروبية. نعم. هنا ماذا حصل؟ أحد الأجهزة الأمنية التي تقدم أمامها عرفت أنه هو ينتمي إلى عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. نعم. وهنا وقع الغلط. ماذا شغل؟ هذا رئيس الجهاز الأمني أراد أن يقدم خدمة متبادلة للأمن العراقي، فاتصل بهم وقال لهم أن حفيد سبعاوي موجود لدينا وتم توقيفه ولا نستطيع أن نوقفه أكثر من شهر، يعني هو أوقفه بصورة غير قانونية وبدون الرجوع إلى القضاء اللبناني. زين. وأن عليكم أن تصدروا بحقه مسكبة توقيف أنتربول لكي نقوم بتسليمه لكم إذا كنتم ترغبون بذلك. مباشرة تم ترتيب الفيلم على أنه اشترك في مسجد سبايكر، وتم إرسال مذكرة أنتربول إلى الدولة اللبنانية. وللمناسبة لابد من طرح قضيتين. هل بموجب ملف عبد الله السبعاوي هذا الشخص كان اسمه سابقا ضمن مسألة سبايكر في الملف، أم أن تم إضافة الاسم عندما تم توقيفه؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنها لا يجوز توقيف شخص وتسليمه من لبنان إلى أي دولة، لأنه هذه بموجب الدستور اللبناني والقانون اللبناني لا يجوز تسليم شخص إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه جريمة سياسية. وبالتالي الكل يعرف سبعاوي ومن هو وحفيد من. سيد طارق إذا دعني أوضح من الناحية القانونية فقط لو سمحت لي. نعم تفضل. يجب إبلاغ الدولة اليمنية بذلك باعتباره يحمل الجنسية اليمنية، وهو الأمر الذي لم يتم. هذا ما أعلنت عنه صراحة وكيلته التي اطلعت على الملف ومن خلال المراجعات القضائية. نحن نتكلم هنا من الناحية الشكلية القانونية، نتكلم عن الموضوع هل ارتكب أم لم يرتكب. ومطلق الأحوال نكون صريحين، القضاء العراقي بموجب بعض القرارات الدولية والمفوضية على حقوق الإنسان هو قضاء غير يعني نزيه، بموجب تستطيع أن تدفع مبلغ من المال لتحصل على مذكرة أنتربول بحق أي شخص وتدفع نفس المبلغ لكي تزيل هذه المذكرة، وهذا بموجب تقارير صادرة عن هيومن رايت ووتش والأمنستي ومجلس حقوق الإنسان. وبالتالي سيد طارق احنا اتصلنا بالسفارة اليمنية، خلي اسمعك شنو كان رد السفارة اليمنية. اعطوني شباب المقطع. ما ادري الصوت ما يطلع بوضوح. شباب اذا موجود الصوت بالتليفون بس اسمح لي سيد طارق، كان ردهم بانه احنا ما ندري بالقضيه باكملها وما نعرف، قالت السفاره اليمنيه. المهم اذا انت تقول بانه هذا القضيه سياسيه، يعني ما القضاء العراقي سابقا صدر قرار ببراءه ياسر السبعاوي اللي هو والد عبد الله السبعاوي، يعني هنا بمعنى ماكو اي نيه مبيته عليه او على عائلته، والملف جنائي بحت. ما هو الا يعني السبب، شنو السبب اللي يخليه ملف سياسي؟ طيب او قضيه سياسيه. لم اسمع رد السفاره باعتبار اني لم اسمع. هسه اعيد لك يا رد السفاره، اعيد لك يا صار اكو اشكال عندي ما طلع، هسه ارد اعيد لك يا اني همين، يعني قلت لك شنو اللي صار لكن جاوبني على سؤالي. سمعت السؤال اللي اعيد لك يا سيد طارق؟ نعم اوكي سوف اجيبك. اولا لكي يعرف الجميع نحن بلبنان نلتزم بالدستور اللبناني وبالقانون اللبناني. قانون اصول المحاكمات الجزائيه اللبنانيه واضح وصريح، لا يجوز تسليم اي شخص يعتقد انه سوف يتم تعذيبه او يعدم في بلاده، او اذا كانت الجريمه المنسوبه اليه جريمه سياسيه. زين، هل مذكره الانتربول التي صدرت هي عن الانتربول الدولي ام عن مكتب الانتربول العربي؟ هنا الاشكاليه، لانها لو صدر عن الانتربول الدولي لن ينفذها الانتربول الدولي لانه يعرف من اين ارسلت ولماذا ارسلت. نعم. ولكن العمليه حسب ما اعلنت المحاميه بكل وضوح، حتى ان مدعي عام التمييز الذي يفترض ان يؤخذ رايه نصح رئيس الجمهوريه بعدم التسليم. وقال هذا مخالف للقانون. ولكن رئيس الجمهوريه سلمه باقناع اقتراح وزير العدل بموجب اتفاق سياسي. مع أن مدعي عام التمييز الذي هو يرأس السلطة القضائية الإجرائية في لبنان، نعم، اقترح عدم تسليم سبعاوي. نحن نتكلم هنا عن شكليات ولا نتكلم عن أساس، يعني تسليمه بمخالفة قانونية. سيد طارق، تسليمه بمخالفة قانونية لقانون لبنان، ما هو متهم بجريمة سبايكر. أخي العزيز، أي اتهام لأي شخص يجب أن يصير وفق الأصول القانونية. القانون ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالأصول الشكلية وقسم يتعلق بالموضوع. نحن لا نتدخل بالموضوع باعتبار أن القضاء المختص الذي ينظر في الموضوع لا يجوز لأحد أن يتدخل به. ولكن عندما يطلب ملفه من أي دولة لأي شخص يطلب تسليمه، يجب أن يحضر الملف مع الأدلة. لم يكن هناك أي دليل يدين هذا الشخص. زين، خلينا نسمع التسجيل مال السفارة اليمنية هسه، سمعه بوضوح. سيد طارق وأيضا السيد الفريق الحقوقي فريق صادق، اسمعوا التسجيل بوضوح. وياك بحضرتك سكرتيرة السفير اليمنية. يعني أستاذ، بالنسبة للقضية اللي البحر قلت لي عليها تبع هذا السبعاوي، نعم، احنا للأمانة ما عندنا أي صلاحية بهذا الموضوع، وإذا أنت كنت تحب تستفسر عن هذا الموضوع فيفضل إنه أنت تتواصل مع سفارة اليمن في لبنان، لأنه هم عندهم المعلومات الكاملة بخصوص هذا الموضوع، يعني هم متبنين هذه القضية. فأنت تقدر تتواصل وياهم، يعني تشوف مثلا موقعهم من السفارة اليمنية في لبنان، عندهم يعني رقم تليفون وما أعرف إيش على النت، فأنت منك تتواصل وياهم لأن هم عندهم المعلومات الوافية عن هذا الشيء. احنا ما عندنا كسفارة جد، ما عندنا أي معلومات وأي تفسيرات عن هذا الشيء، فهذه المعلومات كلها حتلاقيها سفارة اليمن في لبنان، لأن هم متبنين هذا الموضوع يعني، بس احنا كسفارة ما عندنا أي علم بهذا الشيء نهائي، يعني هم اللي يعرفون بهذا كتفاصيل وكشغلات. سيد طارق، سمعت السفارة تقول احنا ما ندري. نعم انا صحيح هذا كلام قد بس اسمح لي سيد طارق، هسه السفاره تقول ما ندري التعامل سياده الفريق وفق هكذا موضوع بانه السفاره ما تدري التعامل القانوني شو راح يصير؟ شو راح يصير تعامل الانتربول؟ عفوا يعني كمواطن عراقي يعني هو بالأكيد يعني السفاره العراقيه في اي بلد من واجبات هسه التعامل مع هسه السفاره اليمنيه من تقول انا ما ادري وما عندي اي حيثيات على الموضوع وفق الشرطه الدوليه شو راح يكون التعامل؟ لا احنا بالنسبه للسفاره اليمنيه احنا ما لنا علاقه بهم، بس احنا كسفاره عراقيه في كل بلدان العالم ومن ضمنها لبنان من مهامها، واحنا زرنا اكثر الدول يعني وزرنا سفاراتنا، يعني كان من مهام السفراء مالنا وبالقسم القانوني والقنصليه متابعه شؤون كل المواطنين العراقيين المتواجدين في نعم. في هذه البلدان. فمن يتم القاء القبض على مواطن يعني من عراقي في اي بلد، من المعلوم انه السفاره العراقيه عندها علم زين وتتابع موضوعها زين. نعم. زين تمام. سيد طارق، ردك القانوني على ما سمعته من السفاره. هناك مستند رسمي، من الخارجيه اليمنيه تم نشره من قبل محاميه نعم. المتهم، سوف ارسله لكم بعد الحلقه مباشره لتعرضوه اذا شئتم. يؤكد ان سبعاوي يحمل الجنسيه اليمنيه. وانا اود ان اسال ضيفك الكريم، يعني نحن على سبيل المناقشه القانونيه للاستفاده منها للجميع، هل سبعاوي يحمل الجنسيه العراقيه؟ ابدا. سبعاوي لا يحمل الجنسيه العراقيه، منزوع عنه الجنسيه العراقيه هو واهله. لعد هسه اذا ما يحمل الجنسيه العراقيه شلون تم القاء القبض عليه وجابوه للعراق؟ يعني هذه الاشكاليه الغير حقيقيه، هذه الاشكاليه القانونيه اللي تكلم عنها. هم تكلموا عن استرداد في ملف تم خلقه، هذه المخالفه اصلا. هاني اجاوبك. اي تفضل سياده الفرج، جاوب. هاني اجاوبك، يعني قانون الجنسيه العراقي فضل. سواء كان رقم 43 سنه 63 المعدل او القانون الجديد 26 سنه 2006، هذا القانون يقول كل من ولد من اب عراقي الماده 4/1 القانون 43 سنه 63، كل من ولد من اب عراقي فاكيد هو عراقي يكتسب الجنسيه العراقيه، لانه ملزم الاب انه يقوم بتسجيله في سجلات الاحوال المدنيه للحصول على الوثائق الثبوتيه زين للمواطن. زين بالنسبه لعبد الله السبعاوي هذا مواليد 94 فاكيد ولد في العراق، وحتى اذا ما ولد في العراق فاكيد هناك مستمسكات يجب ان الحصول عليها، بطاقة الأحوال المدنية والشهادة الجنسية وبطاقة السكن وغيرها من الأمور الأخرى اللي لازم يعني يحتاجها في حياته اليومية، تسجيله بالمدرسة. نعم نعم. فأكيد هو عراقي بالنسبة اتباعا لجنسية والده العراقي. سمعت سيد طارق يعني هو عراقي. هسه وفق كلام سيد الفريق هو عراقي، ابوه منزوعه منه الجنسيه وجده منزوعه منه الجنسيه، وبالتالي لا يحق له الجنسيه العراقيه. وانا لست بسبيل التحدي، قد تكون معلومات الاستاذ افضل من معلوماتي، ولكن اذا كانت المعلومات صحيحه نتحدى ان يتم عرض جنسيته او باسبوره العراقي على شاشه التلفزه في اي وقت. اصلا هو يحمل الباسبور اليمني والجنسيه اليمنيه ومنزوعه الجنسيه منه ومن والده ومن جده، وهذا امر معروف. ولو كان يحمل الجنسيه العراقيه لكان ابرزوها في الملف، ولكن هذا هي الاشكاليه القانونيه الشكليه في الملف، ان هذا الملف تم تسليم فيه هذا الشخص وهو يعتقد انه ملف مفبرك من الناحيه الشكليه اتكلم وليس من الناحيه الموضوعيه، وبالتالي بخلفيه سياسيه واضحه. الكل يعرف علاقه الجهاز الامني الذي قام بتركيب هذا الملف في لبنان، لماذا اوقف سبعاوي في لبنان بدون قرار قضائي لمدة شهرين، وتم من لبنان مراسلة الأمن العراقي. الأمن العراقي لم يكن يريد سبعاوي هذا الشخص محمد ياسر سبعاوي أو اسمه الصغير سبعاوي للتسليم، تم إبلاغ السلطات العراقية. يعني هسه وفق كلامك سيد طارق، وفق نعم. كلامك بأنه عبد الله السبعاوي ما مشارك بمجزرة سبايكر؟ لم يكن اسمه حسب ما أكدت المحامية موجود في ملف سبايكر نهائيا، وأنه عندما تم توقيفه بلبنان بناء لاسمي ومعرفة أهلي من هم ومن هو عم والده تم تنظيم كتاب بصيغه غير صحيحه الى الجهاز الامني او الجهاز الاجهزه الامنيه العراقيه، وطلبوا منهم هذا الشخص عندنا، تفضلوا خذوه اذا بدكم اياه على سبيل الخدمات المتبادله بين ذلك الجهاز الامني وبين الاجهزه الامنيه العراقيه، والكل يعرف من يدير الاجهزه الامنيه العراقيه ومن يدير الجهاز الامني اللبناني الذي اوقف السبعاوي، وكيف هي اشكاليه التوقيف والتحقيق معه في لبنان من مخالفات تكلمت عنها محاميتها وتكلمت عنها هيومن رايت ووتش وامنستي فيما يخص هذا الملف بالذات. اعود واكرر، نحن نتكلم من الناحيه الشكليه القانونيه، سواء كان سبعاوي او غير سبعاوي، سواء كان ابن شقيق صدام حسين او ابن غير شقيق صدام حسين. وللمفارقه دعني اوضح لك امر مهم جدا، ابن معمر القذافي الزعيم الليبي السابق موقوف في لبنان منذ 5 سنوات بتهمه انه شارك في خطف الامام موسى الصدر منذ 45 سنه، يومها كان هنيباع القذافي عمره 1.5 سنة والان يحاكم على جريمه ارتكبها والده، هو كان عمره 1.5 سنة. هذا هنيباع القذافي كان يجلس في نفس الزنزانه التي جلس فيها سبعاوي. هكذا تدار الامور من قبل بعض الاجهزه الامنيه في لبنان وبتغطيه من بعض القضاء في لبنان، وهذا امر ليس بمخفي، ويمكنك من هذه القضيه ان تقيس على قصه سبعاوي وغير سبعاوي. يعني لو كان هو متهم بالارهاب كان المفروض ما يرجع، يعني تقصد به للعراق يتم حجزه بلبنان؟ لا، اذا كان متهم بالارهاب يجب ان يرسل الملف كامل وتخابر السلطات التي يحمل جواز سفرها وهي السلطات اليمنيه، واذا كان هناك ملف محتمل يحاكم في لبنان، لانه اي شخص يرتكب جريمه ولو كان غير لبناني ومقيم في لبنان يحاكم وفق الاصول القانونيه، اما بالنسبه للتسليم اذا كان جاء طبيعه سياسيه لا يسلم. وانا اعطيتك مثال على هنيباع القذافي وعلى سبعاوي. سيد صادق، يعني هسه اسوق كلام سيد طارق بانه هذا الكلام قانونيا تمام بانه يحاسب في اليمن او في لبنان وما يتم جلبه الى العراق؟ لا، مو صحيح. يعني اذا كان هناك مواطن، بس اوضح لك، اذا كان هناك مواطن مثلا عراقي او اي مواطن من اي بلد ارتكب جريمه في العراق وهرب الى اي بلد عربي او بلد اوروبي، زين، وصدر عليه امر قبض من القضاء العراقي او نشره حمراء او اذاعه بحث من مجلس، يعني من مجلس وزراء الداخليه العرب، وتم القبض عليه في اي بلد عدا بلده. فمجرد انه يتم القبض عليه راح يتم اشعار البلد المطلوب الى هذا الشخص. الحاله الوحيده اللي ما يسلم فقط اذا يتم القبض عليه في بلده. يعني اذا هو يحمل جنسيه يمنيه مثل ما يدعي الاستاذ، ولزموه باليمن، اليمن بموجب الدستور يقول كل دوله لا تسلم رعاياها، زين، مثل ما احنا عندنا بالماده 21 من الدستور العراقي يقول الدوله العراقيه ما تسلم رعاياها اذا كان مطلوب الى قضاء اي بلد فيتم محاكمته داخل العراق. نعم. لكن اذا القي القبض على المواطن العراقي في بلد خارج العراق ومطلوب الى اي بلد اخر، فهناك اجراءات يتم بين هذا البلد المطلوب لها وبين الدوله اللي تم القبض عليها، ويسلم اصوليا وفق القانون المعمول به. نعم سيد صادق، خلينا نشوف هذا التقرير شباب، العفو معذره الفاصل، اعطونا هذا الفاصل خلينا نشوفه سويه مع ضيوفي. سيد صادق، هسه احنا اليوم اذا نريد نجيب المطلوبين وفق قضايا الارهاب ووفق الفساد اللي سرقوا المال العام العراقي بدول العربيه والدول المجاوره لنا وما دا يرضون يسلموهم، شلون نجيبهم؟ بجاين اشتريت لقيت عليه. اول شيء دعني اوضح قبل ان ادخل في الموضوع مباشره ان سبعاوي، عذرا سيد، نعم سيد طارق، السؤال مو لك، لسيد صادق. يا سيد فريق صادق. احنا اخذنا قوائم مثل ما بينت الجنابه وزرنا كل الدول المطلوبين موجودين عراقيين بهم مطلوبين للقضاء العراقي. الحل انه الدوله العراقيه تقوم بتشكيل لجنه مشتركه من الانتربول ومجلس القضاء. نعم وجهات اخرى معنيه بهذا الملف بهذه المواضيع، وايضا تكون هناك وفود تبرم اتفاقيات ومعاهدات. احنا كل هاي ما عندنا، كل هاي الاتفاقيات ما عندنا، معاهدات ثنائيه مع هذه الدول من اجل تسليمهم، وخاصه انهم معظمهم مطلوبين لامور جنائيه. نعم. يعني اذا كلهن احنا لا عندنا هاي المعاهدات ولا الاتفاقيات مع الدول الباقيه ودول الجوار. لا احنا عندنا اتفاقيه مع تركيا فقط، مع الدوله مع ايران عندنا اتفاقيه. هسه هم ما دا يروحون، هسه هو دا يبوق لا دا يروح لا هم معظمهم متواجدين، لا معظمهم متواجدين في تركيا، دا يطلع ودا وما حد يعني عندنا مذكره تفاهم مع الجمهوريه التركيه، وعندنا مذكره تفاهم مع بولندا ايضا، وعندنا مذكره تفاهم مع ايران. يعني موجوده المعاهدات، وايضا حتى مع لبنان عندنا مذكره تفاهم. تمام. سيد طارق، وفق القانون اللبناني الكثير من العراقيين اللي مطلوبين للقضاء العراقي داخل العراق هم في لبنان. ليش ما تم التحرك عليهم مثل ما تم التحرك على المشارك بجريمة سبايكر عبد الله السبعاوي؟ هذا السؤال يوجه الى الحكومه العراقيه وكثير أنا اريد اخذ من عندك الاتفاقيات بين العراق ولبنان، لهذا السبب سالتك هذا السؤال. اكو اتفاقيه؟ نعم دعني اوضح. يعني انا لا اشكك بكلام الاخ الضيف العزيز عندما يتكلم عن وجود اتفاقيه، فهو يعرف بهذا الموضوع، ولكن هي قضيه استنسابيه وقضيه سياسيه. أنا هنا بالعكس حريص جدا على أن تفعل هذه الاتفاقية بين لبنان والعراق كدولة شقيقة ودولة عربية، والمال العام الذي نهب من العراق الذي ذهب إلى المصارف اللبنانية حتى من مسؤولين عراقيين، وذهب الآن مع الأزمة اللبنانية وسرق مليارات الدولارات التي بيضت في لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية فرضت على المصارف اللبنانية إغلاق بعضها، على مصرف لبنان أن يغلق بعض المصارف اللبنانية لأنها قامت بتبييض أموال لميليشيات عراقية ولشخصيات في الحكم العراقي موجودة ذهبت بالأموال إلى لبنان. هذه إشكالية كبرى. هناك إشكالية تتعلق بمحاكمة الفاسدين أو بتبييض الأموال وبالإتجار بالبشر وغير ذلك، ولكن لا يفعل أي من تلك الاتفاقيات حسب المصلحة السياسية، لأن الكثير من المدانين بتسليم السبعاوي هم مشاركين في تبييض تلك الأموال. هنا أطرح سؤال أساسي أصلا. نعم. ما ألم يكن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي قبل التسليم في لبنان، وكذلك رئيس مجلس القضاء اللبناني كان في العراق، وتم دفع مساعدة مالية من القضاء العراقي إلى القضاء اللبناني؟ هل يجوز في أي نظام عالمي أن يتم مساعدة قضاة ماليا من جهة غير الدولة اللبنانية، أو مثلا أن يدفع للقضاة العراقيين من غير الدولة العراقية؟ أليس هذا الشراء للذمم أو مخالف القانون؟ أضف إلى ذلك، يعني دعنا نكون صريحين أخي العزيز، هل هناك قانون يطبق في العراق وفي لبنان وفق الأصول؟ ما هو موقف مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية حتى من القانون العراقي من القضاء العراقي؟ أليس القضاء العراقي يعني ماذا صدرت بحقه من تقارير بالنسبة للمؤسسات الدولية القانونية العالمية؟ الكل يعرف، يعني لا نريد أن نخبئ أنفسنا، وأنا لا أسيء إلى القضاء العراقي، أتمنى أن يكون قضاء نظيف، لأن الشعب العراقي يستحق قضاء نظيف ويستحق محاكمة عادلة. وبالنفس الأمر بالنسبة للبنان، نحن نعاني من نفس المستوى، القضاء يخضع للسياسيين وللتسييس، والكل يعرف ذلك في العراق وفي لبنان. لا هذا الكلام يمكم سيد طارق، هذا الكلام يمكم. احنا هنا القضاء عندنا عادل، إذا تم شراء ذمم فتم شراء ذمم، يمكن القضاء اللي يمكم. احنا هنا ماكو قاضي يتم شراء الذمم مالته بالعراق. اصلا اخي العزيز انا لا اتكلم عن شراء ذمم، انا اقول هل يحق او هل يقبل في اي دوله من العالم ان يقوم اي قضاء في العالم بدفع مثلا مال الى القضاء العراقي؟ لا يجوز. مجلس القضاء الاعلى العراقي قدم تحت عنوان مساهمه ماليه للقضاء اللبناني، هذا غير مشكورين ولكن غير مقبول على المستوى القانوني. اي هاي انتم يمكم يمكن غير مقبول، احنا ما اخذنا من عندكم، احنا نطينا لكم، احنا قدمنا المساعده. هذا فبالتالي هذا غير مقبول اصلا، هذا شراء للذمم اصلا. اي هاي شراء للذمم يمكم سيد طارق، لو سمحت، هالشارع الامام يمكم مو يمنا. اخي العزيز، احنا ما اخذنا من يقوم بالفعل الراشي والمرتشي في القانون. انا لا اتكلم عن رشوه هنا، هذه مساعده وليست رشوه سيد طارق، هذه مساعده وليست رشوة. المساعده يمكن ان تكون رشوه وغير رشوه، غير مقبوله انت كقانوني. لو كانت رشوه ما تم الاعلان عنها وانت الان تتحدث بها والجميع يعلم بها. لو كانت رشوه، انت تسالني من الناحيه القانونيه، الناحيه القانونيه هذا كلام غير مقبول. اما تقول لي تساعد لبنان بالنفط، تساعد لبنان بالمساعدات الغذائيه، غير ذلك مقبول. اما مساعدات قضائيه هذا غير مقبول. مساعدات امنيه مقبوله، القضاء يجب ان يكون سلطه مستقله، ليس في العراق فقط، اما في لبنان في اي مكان. وانت اذهب واسال عن تقارير حقوق الانسان وعن تقارير الدوليه متى تنظر الى القضاء العراقي. لا نتكلم عن قضاء عادل، اي قضاء عادل ويتكلم من منظمه الانتربول لا تنفذ مسكبات العراق. الانتربول الدولي في ليون لا ينفذ اكثر من 99% من مسكبات القضاء العراقي يا اخي. لا نريد ان نخبئ انفسنا وراء اصبعنا. اما مكتب تونس فينفذ لانه مكتب عربي والكل يعرف ماذا يجري هناك. هذا الامر غير محسوم. الانتربول اذا تسمح لي، مدير الشرطه العربيه والدوليه السابق معنا السيد الفريق الحقوقي وهو اعلم بالانتربول. انا بس اوضح له نقطه للاخ، بس اوضح له نقطه للاخ، انه احنا المتهم زياد القطان اللي كان موظف في وزارة الدفاع يحمل الجنسية العراقية ويحمل اعتقد الجنسية البولندية، ألقت القبض عليه السلطات الأردنية وتم تسليمه إلى العراق، وارسلنا وفد من الانتربول وتم جلبه إلى العراق وتم محاكمته أصوليا داخل العراق. نعم، هذا النموذج يعني. هذا نموذج السيد طارق شندب. لماذا لم تقم فنلندا والسويد واوروبا بتسليم هؤلاء المتهمين بموجب جريمه سبايكر؟ أليسوا حريصين على محاربه الارهاب؟ نعم. وايضا عبد الفلاح السوداني ايضا وزير التجاره السابق ايضا عنده اقامه وعنده اعتقد جنسيه بريطانيه، تم القبض عليه في لبنان وارسلنا وفد من مفرزه من الانتربول وتم جلبه الى العراق وتم محاكمته بالعراق. السيد طارق مستميت للدفاع عن عبد الله السبعاوي المتهم بجريمه سبايكر. يعني هو شخص مطلوب للقضاء على الجريمه، يحضر امام القضاء العراقي ويحاكم امام القضاء ويتوفر له كل ضمانات القضاء والتقاضي. يعني خلاص، اذا كان متهم فسيحاسب واذا كان غير متهم فسيتم. جمال مصطفى العبد الله ايضا صهر الرئيس يعني العراق السابق مو ايضا حضر يعني قول قبض عليه وتم محاكمته وطلع افراج، والان اعتقد ما هو والده ايضا سيد صادق، ما هو والده ياسر السبعاوي. نعم، القضاء العراقي قرار كان ببراءه، صدر قرار ببراءته. يعني انا ما اتوقع هنالك مثلا يعني مثل ما تحدث السيد طارق شندب بان الموضوع سياسي. لا، هو بده يحكي بظلاميه، ما اعرف يعني. نحن لا نتكلم عن الموضوع من الناحيه الموضوعيه والادله، نحن نتكلم من الناحيه الشكليه واحترام القانون اللبناني والقانون الدولي. هل القضاء العراقي ليس فيه آلاف المغيبين قسريا؟ هل الكل يعرف بالتقارير التي ينشرها مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدوليه؟ نعم، المصداقيه، امنستي، هيومن رايت واتش، كرامه وغيرها، تتكلم عن آلاف حالات الاعتقال خارج القانون، تدفع 10,000 تخرج، تدفع 5,000 تدخل، قتل خارج اطار التحقيق والتعذيب وغيره، الكل يعرف ذلك. لماذا يعني نحن لا عندما نتكلم عن هذا ونوصف الواقع؟ ماذا نقول ماكو هيك، ياكو هيك، وهذا بكل دول العالم. سيد طارق شندب، ولكن هذا معناه في كل دول العالم ليس معناها انه يعني شرعي. السيد المحامي طارق شندب من لبنان، شكرا جزيلا لجنابك، وشكر موصول الى السيد الفريق الحقوقي المتقاعد صادق فرج مدير الشرطه العربيه والدوليه السابق. خلينا ناخذ هذا الفاصل. بالنهاية موضوع عبد الله السبعاوي تم طرحه للرأي العام وأخذ صدى كبير خلال حيثياته، منهم من قال إنه طفل وعمره كان صغير في وقت مجزرة سبايكر ولم يغادر اليمن، ومنهم من قال عبد الله السبعاوي مشارك بهذه الجريمة والمجزرة والفاجعة اللي قلبت العراق رأسا على عقب ولازم يعاقب. ولكن المؤسف حقا هو حفلة الكراهية العمياء اللي شفناها، وناس نصبت نفسها بمكان القضاء وصدرت حكم قطعي بالموت. يعني بالأخير يا أخوان هدفنا هو نقل الحقيقة، وأيضا ننتظر دور القضاء العراقي العادل والحيادي والغير مسيس والذي لا ينحاز إلى الإرادات السياسية. والقضاء العراقي هو واضح، وبالأخير راح يقول كلمة. في أمان.